اللي الواحد لامسها في الناس النهارده يعني حزن، يعني كل الناس حزينه، اللي ليهم في الكوره واللي ما لهمش في الكوره. الناس اللي بتتابع يعني منتخب مصر للاسف حزنت اكتر بعد مباراه المغرب واسبانيا. المغرب يا جماعه خسرانه ماتشين وبتلعب اسبانيا بطله العالم وبطله اوروبا و2-1، واسبانيا هي اللي بتجري عشان تتعادل مع منتخب المغرب. منتخب المغرب ادى يعني هي دي الكره العربيه المشرفه، منتخب المغرب بمدير فني محترم بلعيبه على اعلى مستوى بيعرف يقدم كره تليق فعلا بالكره العربيه. تعالوا نشوف ازاي الناس بتشيد بمنتخب المغربي، منتخب ايران بيتعادل مع المنتخب البرتغالي. ممكن تكون منتخب خبرتك قليله في المونديال، لكن انك تخرج باداء مشرف حاجه، وان انت تخرج بالمنظر السيء ده حاجه تانيه خالص.